عقد وزير الموارد المائية والري محمد عبد العاطي اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل الترع والمساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية ضمن جهود الوزارة لتطوير وتحديث المنظومة المائية وترشيد استخدام المياه. وأكد وزير الموارد المائية أن الوزارة تستهدف تأهيل المساقي بأطوال تبلغ 500 كيلو متر بمحافظة القليوبية، وقد تم تجهيز حتى الآن وتدبير الاعتمادات المالية لتأهيل المساقي بأطوال 250 كيلو مترا، وتم طرح وترسية 247 كيلو مترا منها، والانتهاء من تنفيذ 32 كيلو مترا، ويجري طرح وتنفيذ باقي الأطوال وفقا للخطة الزمنية.